السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غنقدم لكم مسمنات بلاباط ديال الفيلو. هاد لاباط ديال الفيلو نديرو مسمنات. دابا كيكونوا في جميع المحلات هاد لاباط هادي بالنسبة للإنسان اللي بغا ياخدو. إيه غنلقاوها في كرون سيرفاس بحال المرجان ولا أسيما. داكوغ. كتوجد تما. اليوم إن شاء الله غادي نديرو مسمنات معمرين بهاد لاباط هادي. بالنسبة للمقادير، بالنسبة للمقادير تنحتاجو بصلة متوسطة، تنحتاجو شوية ديال الفلفلة حمراء، شوية الفلفلة خضراء. أنا درت نص نص، نص تاع الفلفلة حمراء ونص تاع الفلفلة خضراء، و كروفات كروفات. تنحتاجو شامبينيون، تنحتاجو القزبر ومعدنوس، وهذا التوابل ديالنا. شوية ديال البصل، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الكمون، شويه ديال القزبر اليابس، وشويه ديال الاعشاب المسلمه والبابريكا. هذا هما العطريه اللي عندنا بالنسبه للتوابل. ها هي العطريه ديالنا. والملحه، والملحه حسب الذوق، حسب الذوق. وعندنا زيت المائده مع زيت الزيتون. هادو اللي بغينا نعمرو دابا بغينا نعمرو مسمنات. نديرهم على شكل مسمنات. كاين اللي تيديرهم على شكل بسيطلات. انا اليوم غادي نديرهم على شكل مسمنات معمرين بهاد. ونحتاجو اوسي لهاد التعمير هادي للشعريه الصينيه. من بعد غادي نزيدو القوام ديالنا الشعريه الصينيه. غادي نضيفو عليهم الشعريه الصينيه ضروري. وبالنسبه، بغيت نسولك، بالنسبه للانسان اللي بغى يدير بلاصه الحوت، يدير الدجاج ولا يدير الكفته، بنفس المقادير ايوا ما يجي لك خفيف يدير الدجاج ولا يدير الكفته. شكرا شكرا الشيف. العفو الشيف. دابا غادي ندوزو لمرحله وغادي نضيفو شويه ديال الحار. وي ضروري بالنسبه للناس اللي كيبغوا الحار. وشويه ديال السوجا. داكوغ. سويا صوص. لتحضير القوام ديال المسمنات ديالنا، ناخذ مقلاة على نار متوسطة، ونضع الزيت تقريبا معلقة كبيرة ونص. كبيرة هادو جوج معالق. صح، انا قلت معلقة ونص. المهم عينهم يزانهم، كاين اللي مكيبغيش الزيت بزاف، كاين اللي كيبغي شويه حسب. المهم دابا نضيف الزيت. بعد ما تسخن لينا الزيت ديالنا شويه، نضيفو ليها البصل. بعد ما تقلات شويه لينا البصله ديالنا، نضيفو الملح حسب الذوق. الملح دائما كيبقى على حسب الذوق. الملح هو عندك الملح والسكر والزيت حسب الناس. كي كيبغي ملح بزاف، كي يبغي غير شويه، ولكن الاحسن الانسان ينقص شويه من الملح والسكر. ضروري. نضيفو الفلافل ديالنا. نقوم بالتحريك جيدا. بعد نضيفو الشامبينيون ديالنا على البصل والفلافل ديالنا. نقوم بالتحريك جيدا، نسجمو العناصر مع بعضياتهم. تبارك الله الشاف، هادشي كيبان عندك زوين. كيبان كيشويش. شي كولوم. يا سلام، لا كولوم زوينه. بارك الصحة، بارك الله فيك. دابا غادي نضيفو القيمون ديالنا. نقوم بالتحريك ايضا، كنسجمو لينا العناصر جميعا. التحريك جيدا. ومن بعد نضيفو القزبر ومعدنوس. نحركو مع العناصر كاملين.
ونضيف التوابل ديالنا: الابزار، بابريكا، سكنجبير، الكمون، القزبريه و العشب المنسمه. العطريه تنخليهم التوابل نخليهم هما الاخرين. من الاخرين نخليهم يتشحروا معاهم مزيان كما بالتحريك. بعد نضيفوا شويه ديال الحامض، الليمون، الليمون الحامض بعد القطره. نقوم بالتحريك جيدا. كديرها تاكل غير بحال هكا؟ ما طايبين لا يتاقل تنفع من بعد الفطور، علاش لا؟ كنظن غتجيب الكفته حتى هي زوينه. قدر نجيب الكفته بالدجاج يجيو مخيرين. هاد الحشوه هادي تجي مع كل شيء، الدجاج، اللحم. بعد نضيفو شويه الحار، الناس اللي كيبغيو الحار يقدرو يضيفو الحار. عيطيت عليا الحار وعيطت انا نفسي. والحوت اصلا كيبغي الحار. نضيفو شويه صوص سودا، هي تقريبا معلقه كبيره. نستخدمو العناصر كلها مثل السلطه، الطبان ديالنا على هاد الشكل، ونخليهم يتشحروا شويه، ومن بعد نسيو عليهم. النار تكون مهيله. النار مهيله. انتي شتي بالي هادشي راه طاب. النار مهيله، ينسجمو العناصر مع بعضياتهم شويه، ومن بعد نسيو عليهم، ونخليوها تبرد شويه، ونعمرهم سمنه في البان. من بعد ما ترتب الحشوه ديالنا ونطفيو عليها، نضيفو عليها قطع من الزيتون مقطع غوندير، وكاين اللي عندو الزيتون مقطع بحال هاد الطريقه تاع الزيتون اخضر، تنضيفو على الحشوه ديالنا. نقومو بالتحريك ديالو جيدا، ونخليوها تبرد على جنب باش نوريكم الطريقه كيفاش كنعمر هاد. من بعد ما دفنا الزيتون غادي نخليوها شويه من ما نوجدو ليها الشعريه اللي بغينا نضيفو عليها. داكوغ، نخليوها على جنب، نضيفو ليها الشعريه الصينيه من بعد. دابا غناخدو الشعريه ديالنا من بعد ما دفنا عليها الماء السخون لمده 5 دقائق وصفيناها وقطعناها، غنضيفوها للحشو ديالنا. بالنسبه للشعريه دابا كنديرو الماء السخون كيسخن بزاف، عاد كنخويو عليها. اييه نخويوها، نخليها 5 دقائق. اييه من بعد كنصفيوها ونقطعوها. نقطعوها. دابا هاد الشعريه هادي كطيب غير في الماء السخون، يعني ابار ما كديروهاش في البوطه. لا كطيب في الماء السخون. داكوغ. انت نسجموها مع العناصر ديالنا على هاد الشكل، الحشو ديالنا. تبارك الله عليك اللي شفتي ساهل. بارك الله فيك. دابا هادي ديرها في مسمن، ديرها في رغيف، ديرها في خبز، ديرها في بريوات، بريوات، ديرها في سيجار، اللي بغيتي. نورمالمون وي. تجي زوينة، ديرها في شما بغيتي، من الخبز تاكوس، من. سي بون دابا تي الشاف ديالي واش غنديرو؟ غادي نخليو الحشوة ديالنا على جنب تبرد شوية، باش نعمرو مسمناتي ديالنا. داكور. إييه. دابا صافي غادي. صافي. على جنب، على جنب. اوكي نرجع معكم ان شاء الله على هذا الشكل هذا، ونديروا ليها الزبده. عرفتي مع اللقطات فيلو دغيا تتقطع شويه تاع الزبده. الزبده ما عاد ما خديتها ذوبتيها؟ الزبده ما عاد ما خديناها ذوبناها، كنقلبوا فيها شويه باش ما تقطعش لينا اللقطات ديالنا. تناخذوا الحشو ديالنا على هذا الشكل هذا، على هاد الشكل هذا. تنزيدو هاد تنزيدو هاد القنت هاكا بحال بغينا نطوي السيكار، القنت لاخر على هاد الشكل هذا. نديرو شويه الزبدة، الزبدة هي اللي كتجمعها، هي اللي مكتلصقهاش، كتلصقها كتلصقها وما تتخلاش تهرس. حيت غير تتهرس. تنجيبو هاد القنت هاكا،
نبقاو نطويو بحال كنطويو بحال كنطويو السيكار. هو تيجيونا عراض بهذا الشكل هذا، تشوف بحال الرغيفات. ندهنوها شويه هكا، ندهنوها كامله بالزبده باش تلصق لينا شويه، وندهنو هنايا باش ما تهرس لينا لاباط، حيت هاد لاباط بغا هي كتهرس فراجيل. وهادي بهاد الشكل هذا تجينا على هاد الشكل. الله يعطيك الصحة. وي هادي ناخدو، غادي نصور معاكم مرة أخرى. وي وحدة تانية ناخدو لاباط ديالنا، ديرو ليها الزبدة شوية، جميع البلايص ماشي كلشي، ولكن حاولو شتوها، حاولو شتو عليها الزبدة ديالنا. من بعد ناخدو شوية لاباط الحشوة، شوية الحشوة سمح ليا، ماشي مشكل، شوية تاع الحشوة. كناخدو هاد الجنب الأيمن تردو هكا، وهاد الجنب اليسار تردو بحال هكا، ناخدو هاد القنت هذا ديالنا هكا على هاد الشكل، ونبداو نطويو بهاد الطريقة هادي. على هاد الطريقة، على هذا المنوال، على هذا الشكل، على هذا الشكل. وتجي السمنة ديالنا أو البري أو السيجار ديالنا على هاد الشكل. ضروري في الأخير نديرو لها الزبدة، ضروري نديرو لها الزبدة باش ما تقشرش، لاباط دغيا كتهرس وتتقرمش. كما كتشاهدوا معنا الاخوان، هذه هي الطريقه باش كتخدم، هذه الطريقه باش تخدم. كنمشيو على هذا المنوال، على هذا كنديروها في البلاكه ديالنا، حتى من بعد كتدخل الفرن ان شاء الله. ان شاء الله من بعد بينا نطيبوها في الفرن. اوكي اخوان الاخوات، هذا هو الشكل كما كتشاهدوا معنا، وهذه هي الطريقه. من بعد ان شاء الله غادي نشوفها من غادي تدخل الفران، ونرجع معكم مع الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. الاخوان الاخوات، هذا هو الشكل النهائي ديال المسيمنات ديالنا، تيجيو على هذا الشكل هذا مقرمشين. كيجيو زوينين مقرمشين، يا سلام. هذا هو الشكل النهائي الاخوان، نتمنى ينالو الاعجاب ديالكم، يجربوهم راه زوينين. ها يلا خرجوا من الفران، كيجيو زوينين، نتمنى ينالو الاعجاب ديالكم، وتبارك الله عليكم على الدعم ديالكم. نلتقي ان شاء الله في وصفة جديدة ان شاء الله. كيفاش عيسى؟ نقول لكم نهاركم مبروك، وفطوركم مبروك ان شاء الله، فطوركم سعيد ان شاء الله، ونتلاقاو في وصفه قادمه ان شاء الله مع الشيف ابتسام. صحه فطوركم ان شاء الله في وصفه جديده ان شاء الله. صحه.